بموازين القوى أو بالمصالح، أو هل المسلم في مرحلة ضعف أم في مرحلة قوة؟ نعم بمعنى أقبل على الآخر لأنني ضعيف، ولا أقبل عليه لأنني قوي، بل الإقبال على الآخر هو ثابت من ثوابت التعامل، تعامل الإنسان المسلم مع الآخر. الإقبال، هناك خطوة تسبق الإقبال، نعم هو قبول الآخر. لا نعم يمكن أن أقبل على الآخر إلا إذا قبلته، بمعنى أنني أقبله كما هو، نعم أقبله لأنه يختلف عني على المستوى الثقافي، على المستوى الديني، على المستوى اللغوي، على كافة المستويات. وأعتقد أن هناك مسألة أساسية ينبغي أن نشير إليها، وهي أن الموقف الإسلامي في التعامل مع الآخر وفي الإقبال على الآخر لا يمكن فهمه بمعزل عن رؤية الإسلام الكلية، رؤيته للوجود، رؤيته للكون، رؤيته للإنسان. ففي كثير من الأحيان نخطئ عندما نقارب موضوعة من الموضوعات بمعزل عن هذه الرؤية. فالإقبال على الآخر بمعنى أن أتعايش معه، أن أعتبره عنصرا طبيعيا في المجتمع وفي الحي وفي المدينة وفي البلد إلى غير ذلك من الأمور، نابع هذا الإقبال نابع من رؤية الإسلام للإنسان، من رؤية الإسلام للاختلاف. نعم وأعتقد في نظري الخاص أن دعوة الإسلام إلى قبول الآخر والإقبال على الآخر نابع من عنصرين أساسيين. وهما العنصر الأول هو أن الإسلام ينظر إلى الاختلاف كمعطى موضوعي، أو نعم باعتباره معطى موضوعيا. نعم فالله سبحانه وتعالى يتحدث مثلا عن الاختلاف، عن الكفر نعم كمعطى موضوعي، موضوعي هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. كافر نعم. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذا الاختلاف باعتباره واقعا، باعتباره معطى موضوعيا. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو أن الإسلام يعتبر الناس أنهم أن الناس كلهم يولدون على الفطرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. بمعنى أن أي إنسان كيفما كان يحمل في داخله بذور الخير، عناصر الخير. أو كما جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. بمعنى أن أي إنسان كيفما كان يحمل في داخله ذلك الجانب المتسامي، وهو الجانب الذي عبر عنه القرآن الكريم بنفخة الله عز وجل: ونفخنا فيه من روحنا. نعم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى نفخ روحه في الإنسان. نعم. فأي إنسان كذلك، وبالتالي لا بد من الإقبال نعم على الآخر. إذن هذا الكون برمته حينما نشاهده ونقرأه بالعين وبالبصر وبالأذن وبالقلب وبالنفس، نجد أنه متناغم ومتكامل، وأن كل مكون فيه يقبل بالآخر ويقبل على الآخر، إلا عنصر الإنسان. هذا الإنسان فيما بينه ربما تجتذبه نزعات معينة، تجتذبه سوء فهم لكثير من الأخلاقيات أو من التأويلات، وبالتالي يبدأ في التفكير بالإقصاء ثم بالأنانية. يعني إلى أي حد علمنا هذا الدين ألا نكون إقصائيين؟ إلى أي حد علمنا هذا الدين أن ننظر إلى الآخر ونحن محتاجون إليه؟ أعتقد أن هذا السؤال مهم جدا، لأن الخطاب القرآني يؤسس، عندما نتأمل في الخطاب القرآني نجد أنه يؤسس لثقافة الإقبال على الآخر. ويمكن لي أن أقف عند آيتين كريمتين من سورة سبأ، قمة في الجمال وقمة في اعتبار الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم. هذه هي الآية الأولى:
إن يعني الأنا، الأنا الجمعية أو الأنا الفردية إن صح التعبير، إن أو إياكم يعني الآخر لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا أسمي هذه الآية بالمقدمة النفسية التي من خلالها أقبل الآخر فأقبل عليه، لأنني لا يمكن أن أقبل الآخر ولا يمكن لي أن أقبل عليه ولا أن أقبله إذا اعتبرت ما عندي هو الصحيح هو الصواب 100%، وما عند الآخر هو الخطأ والباطل 100%. فعندما يتعلق الأمر بالاختلاف على مستوى المطلقات وعلى مستوى المنطلقات، فلا يمكن لي أن أقبل عليك إذا ما اعتبرت ما عندي هو الحق هو الصواب، وما عند الآخر هو الخطأ هو الباطل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وكأن الطرف المؤمن ممكن ما عنده ممكن أن يكون باطلا. كل هذا من أجل كسر ذلك الحاجز النفسي حتى أقبل على الآخر. ناس 50% 50%، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ممكن أن أكون على ضلال، ممكن أن تكون على هنا جاءت الآية الكريمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ها بداية الاختلاف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى أن هذه الغاية في هذا الخلق وهذا التنوع وهذا الاختلاف أن يعيد الإنسان تقريب ذاته من الآخر، وأن يقرب الآخر منه بفعل التقوى وبفعل هذه الممارسة اليومية. إذن كيف ننظر أستاذي الكريم إلى سلوكنا نحن المسلمين فيما بيننا أصلا قبل أن ننظر إلى الآخر؟ كيف نختلف وكيف يكون الخلاف والاختلاف، وكيف نجمع أفكارنا وكيف نستجمع قوانا في صف واحد مثلا في الصلاة؟ أعتقد يعني ممكن أن أجيب على هذا السؤال أنه لابد في البداية من استيعاب الخطاب القرآني ومقاصد هذا الخطاب، وأستسمحك أن أعود إلى الآية الثانية. نعم. قلت بأن هناك آيتين رائعتين في الجمال في سورة سبأ، الأولى الآية التي ذكرت، والآية الثانية التي تلت مباشرة هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. أعتقد أن تعاملنا مع الخطاب القرآني ينبغي أن ننتقل من خطاب الوعظي، من المقاربة الوعظية إلى المقاربة المعرفية، بمعنى ينبغي أن نجرد من هذه الآيات نماذج معرفية. فنحن أمام الأنا والآخر. قل لا تسألون عما أجرمنا، هذا أدب، بمعنى أنه نسب فعل الإجرام إلى الأنا. نعم. المسلمة، إلى الأنا المسلمة، ولكن علق الأمر بالآخر. لم يقل ولا نسأل عما تجرمون، وإنما عما تعملون. فهذه مقدمات ضرورية لكي أقبل على الآخر. إذن أستاذي الكريم أستسمحك في أن نحرر المكالمة التالية، ومعنا على الخط الدكتور عبد الرزاق ورقية، وهو أستاذ الأصول والمقاصد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أستاذي الكريم حياك الله. مرحبا، حياكم الله وشكرا لكم. طيب، في نظرك وفي تقويمك الخاص كيف تنظر إلى منسوب الإقبال على الآخر من طرف المسلمين مع غير المسلمين؟ في الحقيقة النظر إلى الآخر والأرضية التي يبني عليها المسلم إقباله عليه أو إدباره تجاهه، المسلمون في دينهم أرضية كافية للإقبال على الآخر بشكل إيجابي، إذ أن التنوع والتميز والتعدد والاختلاف سنة إلهية كونية مضطردة في سائر المخلوقات، وأن هذه التعددية في إطار وحدة الأصل هي
أرضية التعامل مع الآخر. إذا أن الآخر لم يختار استلافه في الحقيقة، لأن الإنسان كائن ثقافي مدني بطبعه، ولكن المسلم في تعامله مع الآخر ينبغي أن يراعي على أن البشر كلهم ينتسبون إلى آدم وإلى نفس واحدة كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم، وعلى هذا الأساس يتعامل معه على أساس إنساني أولا. ثم إذا كان في اختلاف ثقافي بطبيعة الحال، وهو أنه مخالف ربما في الملة أو في الجنس أو في النوع أو في اللغة، وهذه كلها كما قلنا هي مظاهر السنة الإلهية المضطردة، فإنه ينبغي أن يتعامل بشكل إيجابي مع هذا الآخر مهما كانت العوارض التي يمكن أن تعترض في بعض المحطات التاريخية. نعم. ثم نعم، لو الآن لو نقف وقفة تأمل، وأنا دائما أريد أن ننطلق من الواقع، لو نقف وقفة تأمل لواقع المسلمين اليوم، هل هم مستعدون للإقبال على الآخر والقبول بالآخر؟ أعتقد أنه هناك تطور ما. إذا لاحظنا هذا الواقع لسنوات خلت، نجد أن كان هناك شبه انغلاق للمسلمين على ذاتهم، إلا أن في السنوات القليلة الماضية وقع تطور هائل مع تطور المعلومات وأدوات التواصل وانفتاح المسلمين على غيرهم في بلدان المهجر، والانفتاح الثقافات الأخرى من خلال مناهج الدراسات الأكاديمية والعلمية، حصل تطور بدرجة معينة، إلا أنه لا زال لم يصل إلى درجة نريدها للتعامل مع الآخر. نعم، في الآونة الأخيرة سجلت مبادرة ربما في إيطاليا أو في بريطانيا أعتقد، قام مجموعة من الشباب بطبع كتب رائعة حول السيرة النبوية ووزعوها على الكل، على المارة، على غير المسلمين بمئات وآلاف النسخ. ربما هذه المبادرة وسواها تؤلف هذه النظرية وتعيد توضيبها، بمعنى أننا مستعدون للإقبال على الآخر، لكن نتساءل عن الوسيلة، كيف يمكن أن ننجح في الوسيلة التي تجعل الآخر ينظر إلينا على أساس أننا مقبلون عليه؟ الوسيلة تنطلق من تصحيح النظر أو من تصحيح النظرة للآخر. المشكلة عندنا في الفكر الإسلامي وفي الثقافة الإسلامية وعلى مرور يعني على مدى قرون عديدة، تحكم في نظرتنا للآخر ربما فكر صراعي في بعض الأحيان أنتجته ظروف تاريخية معينة، وأصبح هذا الفكر الصراعي هو نفسه يتحكم في نظرتنا للآخر في الزمن المعاصر، وهذا خطأ ينبغي أن يصحح، وإنما ينبغي أن نقرأ المجتمعات المعاصرة اليوم بصورة مختلفة وبمنهج مختلف، إذ أنهم لا نستصحب النظرات الصراعية التاريخية، ينبغي أن نترك التاريخ شيئا ما بعيدا عن أن يشوه صورة الآخر عندنا أو أن يشوه صورتنا عند الآخر. الشيء نفسه حصل عند الآخر، ربما الآخر القريب منا جغرافيا وهو الآخر الغربي، الشيء نفسه حصل عنده عندما تحكم فيه التاريخ في نظره للمسلمين. لذلك ينبغي أن يصحح كل طرف نظرته للآخر، ليس بناء على واقع صراع التاريخ مضى، ولكن بناء على مستقبل الإنسانية جمعاء، وعلى بناء على تعايش الثقافات وتعايش الحضارات وتعايش الأمم من أجل العمران البشري ولمصلحة العمران البشري بلسان ابن خلدون. شكرا لك أستاذي الكريم، ونحييك على هذه المداخلة. طيب أستاذ جواد، أعود إليك، ما هو تعقيبك يعني بصفة عامة على ما جاء وما ورد في مداخلة الدكتور عبد الرزاق؟ مداخلة الأستاذ عبد الرزاق كانت في الصميم، ونبهني إلى مسألة أساسية.
هو أن التاريخ سواء تعلق الأمر بتاريخ المسلمين الحديث والمعاصر أو تعلق الأمر بتاريخ الغرب أو بعض الثقافات الأخرى يتحكم بشكل كبير في تحديد الرؤية للآخر. بل عند بعض المسلمين هذا التاريخ حدد أيضا تأويلهم لمجموعة من النصوص القرآنية، بل أيضا حدد نسبة التغليب، بمعنى أن هناك بعض الآيات تغلب يتم تغليبها في الخطاب الإسلامي، نعم، وتتوارى آيات أخرى نعم. نواريها نحن، فمثلا الاستعمار الاستعمار مثلا كحدث كبير، استعمار الذي عاشته مجموعة من الدول في العالم الإسلامي، وكذلك القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل إلى غير ذلك، حدد نظرة المسلمين وقراءتهم لمجموعة من الآيات القرآنية. فتجد في الخطاب الإسلامي أن الآية الكريمة التي تقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تتواتر بشكل كبير في في في, في الخطاب الإسلامي، ولكن في المقابل تتوارى آية أخرى يقول فيها الله سبحانه وتعالى في حديثه عن ثقافات أخرى وأديان أخرى ليسوا سواء. نعم، ليسوا سواء، ليسوا سواء. المنطوق منطوق الآية أن ينبغي أن نكون منصفين، أن في الناس خيرين وفيهم منهم ليسوا بخيرين، ومفهوم الآية هو أن نكتشف هذا الاختلاف، وأن نكتشف من يمثل هذا الطرف ومن يمثل الطرف الآخر. فالمسلمون بفعل هذه الأزمات الكبرى وهذه الرجات الثقافية غلبوا آيات تتحدث عن لها سياقاتها وأسياقاتها الخاصة، تتحدث عن الصراع مع الآخر، عن علاقة تدافعية مع الآخر. في المقابل تم تهميش آيات أخرى تدعو إلى الإقبال على الآخر. وبالمناسبة مسألة الإقبال على الآخر والحوار مع الآخر، أعتقد أن هناك نصوصا كثيرة حتى في السنة النبوية تشير إلى هذا الأمر. المشكلة أننا لا نحاول أن نستخرج من هذه النصوص نماذج معرفية للتعامل مع الآخر. أعطي مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي رواية أخرى: المؤمن الذي يخالط الناس أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ما أدعو إليه هو أن نأخذ هذا الحديث، نفكك هذا الحديث إلى أجزاء. هناك المؤمن، هناك مخالطة الناس، هناك الأذى، هناك الصبر. فلا يمكن أن نحصر مخالطة الناس بالمخالطة العادية داخل الحي والمخالطة المادية، يعني شخص يخالط شخصا آخر. الأذى لا يمكن أن نحصر الأذى في الأذى المادي معين. في مستوى، بل أدعو إلى استخراج نموذج معرفي من خلال هذه المفردات. فالمخالطة قد تكون مخالطة مادية وقد تكون مخالطة غير مادية، بمعنى أنني أخالط الناس في أفكارهم، في إنتاجاتهم، كيفما كانت تلك الإنتاجات، هل وافقت ما عندي أم لم توافق. الأذى ليس هو الأذى المادي فقط، وإنما أيضا الأذى الرمزي مثلا ما يحدث الآن، وأيضا الصبر. الصبر ليس الصبر على أهميته، ليس هو الصبر النفسي القلبي. الصبر هو أن أقرأ للآخر، أن أخالطه في إنتاجاته، أن أحاول ما أمكن أن أرفع من مستواي حتى أتدافع مع هذا الشر، إلى غير ذلك من الأمور. نعم، هنا نحن مدعوون إلى إعادة تشريح العطاء الإنساني أو الإسهام الإنساني في هذه الحياة. يعني هل الإنسان مشاركته أو مساهمته فقط من حيث الثقافة، من حيث الأفكار، من حيث العادات، من حيث التقاليد، أم من حيث حتى الحركة؟ في حركة الإنسان قد يؤذي الآخر، في نظرته قد يؤذي الآخر. إذن هذه التصنيفات أو هذه التشريحات الاجتماعية لا بد لنا أن نعيها
حينما نعي أستاذي الكريم هذه التشريحات نعيد الإنتاج من جديد ونعيد الاستراتيجية. إذن من هنا اسمح لي أن أسألك، هل كانت الأمة الإسلامية منذ بداية الإسلام مستعدة لهذا التشريح، مستعدة لهذا الرد، رد الفعل بكل إيجابياته؟ في رأيي الخاص أن قوة الإسلام، أن قوة الإسلام في هذا البعد الانفتاحي، في هذا البعد العالمي. الإسلام يعني، والمجال لا يتسع للحديث بشكل مفصل، انحصرت حركة الإسلام تاريخيا عندما غدا الإسلام شأنا فئويا أو شأنا قطريا. لكن عندما كان المسلمون لهم بعد عالمي، لهم بعد كوني، لهم بعد إنساني، ينفتحون على الآخر كيفما كان هذا الآخر، كان الإسلام ينتشر بشكل سريع. وتحضرني مقولة لمالكوم إكس، يعني المسلم الأمريكي الأسود بين قوسين، الذي كان يقود حركة تحرير الزنوج في أمريكا. في البداية كانت، وهذا يحكيه في كتابه الطريق إلى مكة، فمالكوم إكس أو عبد الملك، يعني عندما دخل في الاسم الجديد، يحكي أنه في البداية كان له موقف عنصري، كان مسلما ولكن كان يتبنى إسلام السود ضد، حتى ضد المسلمين البيض. وفي بعض كان يقال له لماذا لا تقبل بالبيض داخل، يعني التظاهرات التي كان يقيمها والمظاهرات. وكان يضرب مثالا بالقهوة، يقول بأن القهوة يعني بدون حليب تكون أقوى نكهة إلى غير ذلك. ولكن متى رجع إلى ذلك البعد العالمي والبعد الإنساني الإسلام؟ عندما ذهب إلى مكة، عندما حج ورأى كيف أن الإسلام يستطيع أن يجمع بين كافة الثقافات والألوان إلى غير ذلك، فعدل موقفه. فأصبح الإسلام منفتح على كل الناس، ومباشرة بعد تبنيه لهذه الرؤية تم قتله. إذن ماذا شاهد مالكوم في هذا الحج؟ ما هي الصور التي جعلته يعدل ويبصر ويستبصر في نفس الوقت؟ أعتقد أن المسألة الأساسية التي يذكرها في سيرته أو في كتابه الطريق إلى مكة، هو كيف أن الإسلام استطاع أن يجمع في مكان واحد ناسا ذوي ألسن متعددة، عادات مختلفة، الألوان مختلفة، إلى غير ذلك من الأمور. فهذه المنظومة التي استطاعت أن تستوعب كل هذا الاختلاف، لا يمكن إلا أن نطلق عليها بالمنظومة الكونية، بالمنظومة العالمية. فرجع إلى أمريكا، عدل موقفه، ثم قتل، لأن الأخطر ما في الإسلام أو أهم ما في الإسلام وهذا البعد العالمي الكوني. لأن الإسلام لا ينتشر بالتفاصيل الجزئية، وإنما بالقيم الكبرى التي يحملها. فأعتقد أن المسلمين وجب عليهم أن يعوا هذه القضية، أن قوة الإسلام في الانفتاح ليس في الانغلاق، وأن الإسلام ينتشر بخطاب بقوة الخطاب وليس بخطاب القوة. وهذا هو الدرس العملي الذي حاول الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهد دائما في أن يقدمه صورة ناصعة، يعني جمع إليه بلال، وجمع إليه الفارسي سلمان الفارسي وغيره، والرومي إلى غير ذلك من هذه التصنيفات المعهودة. كان في ذلك رسالة بطبيعة الحال لكل الصحابة ولكل المسلمين على أن يستدمجوا في بوتقة واحدة، وهي هذا الإقبال على الآخر والقبول بالآخر. طيب أستاذ جواد، الآن ننظر إلى واقعنا من حيث الثقافة ومن حيث الفكر،
يعني كثير من المسلمين لا يقبلون بأن يرد عليهم الآخر، لا يقبلون بأن يناظروا الآخر، لا يقبلون بأن يصغوا إلى الآخر. كيف تقوم العطاء الفكري والعطاء الثقافي عند المسلمين أنفسهم مع الآخر؟ كما ورد في مداخلة الأستاذ عبد الرزاق ورقية، هو أنه حصل نوع من التطور في الخطاب الإسلامي. في الأول كان دائما تغلب النزعة الصراعية مع الآخر، ولكن الآن الاتجاه الغالب وأنه لابد من الإقبال على الآخر، لابد من قبول الآخر، لابد من الحوار مع الآخر، ولكن بضوابط معينة. الأصل هو الانفتاح، ولكن تكون هناك ضوابط تتعلق بأنه إذا لم يكن الإنسان المسلم وإن لم يكن الجماعة المسلمة قوية فكرا وسلوكا وممارسة وإبداعا، فإنها لا يمكن أن تقبل على الآخر. ذلك الإقبال الذي سماه الأستاذ عبد الرزاق بالإقبال الإيجابي. فحتى أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن بعض الآيات التي تتعلق بالسلم آية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، مهدها بإعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوة جاءت بنكرة لم تأتي معرفة حتى تفيد كل ضروب القوة، القوة الثقافية، قوة الأفكار، قوة التخطيط، قوة إلى غير ذلك من ضروب القوة. عندما تكون قويا، هذا مستوى من المستويات، عندما تكون قويا تقبل على الآخر وأنت قوي في أفكار، ليس قوة الاستعلاء وإنما قوة مشاركة هذا الآخر فيما يندرج في صالح الإنسان وفي صالح الإنسانية. أعتقد أن أول خطوة في هذا المجال لتطوير الفكر الإسلامي المعاصر هو أن نستخرج من الخطاب القرآني ومن الخطاب النبوي نماذج معرفية تؤطر علاقتنا بالآخر، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن نماذج معينة لا يتحدث كأفراد أو وإنما يدعون إلى استخراج نماذج منها، وأن لا وليس فقط أن نحكيها في جلساتنا وفي دروسنا. نقول مثلا من بين الأمور التي نرددها كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة إلى الحبشة، يعني هجرة الحبشة، بعثهم إلى النجاشي، والنجاشي كان وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن اذهبوا إلى الحبشة فإنها أرض صدق، وفيها ملك لا يظلم عنده أحد. هذا مقطع من السيرة، مقطع من السيرة ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف نستخرج من هذه من هذا الحدث نموذجا معرفيا؟ أولا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، اختار الحبشة لأن هي البلاد الأقرب إلى البلاد العربية في تلك الفترة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن في الحبشة ملكا، أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وبأنها أرض صدق، بمعنى أن يعرف الجغرافيا، يعرف نظامها السياسي ونظامها العقدي أيضا. اختار الحبشة، هذا دليل على انفتاحه على الآخر. فعندما ذهب ذلك الوفد من الصحابة إلى النجاشي، إلى ملك الحبشة، وعرضوا عليه مسألتهم، وقال لهم اقرأوا عليه شيئا من القرآن، اختاروا سورة مريم لأن هي أقرب إلى وجدانه وأقرب إلى مشاعره. وقيل في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، وهناك روايات أن النجاشي قد أسلم. فهذا الحدث في السيرة ينبغي أن نحوله إلى نماذج معرفية، إلى سلوك في تعاملنا مع الآخر. وهناك أحاديث كثيرة وهناك آيات كثيرة في هذا المجال تنير لنا طريقة الإقبال على الآخر، ولكن كما قلت سلفا أن مجموعة من أحداث في واقعنا المعاصر
تتعلق بالصراع دائما مع الآخر، الاستعمار، القضية الفلسطينية التي لم تحل إلى حد الآن، غلبت نظرتنا إلى مجموعة من النصوص القرآنية على حساب فصرنا عدائيين بالقوة وبالفعل، يعني دون أن نختار هذا السلوك ودون أن نختار هذا الانتماء صرنا نعادي الآخر بلا مسببات، يعني وصرنا أيضا لا ننظر الآخر في تعدديته. نعم. وفي تنوعه. نعم. وغلبنا مقولة مثلا الكفر ملة واحدة. نعم. عندما نغلب وليس في القنافذ أملس دائما، عندما نغلب مقولة أن الكفر ملة واحدة لا يمكن أن نكتشف ما كان يسميهم الراحل روجي غارودي رحمه الله بإحرار العالم. نعم. تصور معي أستاذ ناجي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلفا في الجاهلية. نعم. لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. نعم. هم أحرار العالم في ذلك أحرار الوقت. العالم في, 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 في تلك الفترة. نعم. فمسألة الدفاع عن العدل ورفض الظلم والانتصار للمظلوم وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ليست مسألة مرتبطة بالمسلمين فقط. نعم. لا يمكن أن نعتبر غير المسلم شريرا بطبعه. نعم. الإنسان ليس الشر ليس في جينات الإنسان. نعم. لا يولد الإنسان شريرا. نعم حتى مثلا عندما نقرأ عندنا نحن المسلمين عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. نعم. يعني تحدثنا كتب السيرة أنه لم يكن على الإسلام، ولكن ومع ذلك وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم نصره فأزره ونصره. هل هناك أكثر من أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي توفيت فيها خديجة رضي الله عنها؟ نعم. وأبو طالب عام الحزن. نعم. ليس أكثر من هذا المشهد، ليس هناك أكثر من هذا المشهد. نعم. ولكن أنا ما أدعو إليه وأريد أن أركز عليه في هذه الحلقة هو أن لا نتعامل مع أبي طالب كشخص كفرد في التاريخ فقط، لا، نستخرج منه نموذج بمعنى أنه قد يتكرر. كثير من أبي طالب سيعيشون في المستقبل. نعم. هذا وفي واقعنا المعاصر. نعم. هذا الخطاب، خطاب العداء وخطاب إقصاء الآخر، حرمنا. نعم. من اكتشاف. نعم. العديد من الشخصيات. نعم. التي تحمل في. نعم. داخلها حب الإنسان، الانتصار لقيم الحق. نعم. لقيم العدالة. نعم. وهنا هذه التخوفات أستاذ جواد اسمح لي التي يثيرها البعض حينما يبرز في الحكم وفي مقاليد الحكم من يجعل للدين مرجعيته مثلا أو للإسلام مرجعيته، وتبدأ هذه التنطعات أو هذه المفارقات والتساؤلات العريضة، هل سيوقف هؤلاء الفن؟ هل سيقضون على الإبداع؟ هل سيقضون على هذا العطاء الإنساني؟ وبالتالي لماذا؟ لأننا لم نسوق هذا السلوك بالطريقة الحضارية. ما كان الإسلام ضدا على الخير، ما كان الإسلام ضدا على القيم، ما كان الإسلام ضدا حتى على الفنون الرائعة والفنون الرائدة التي قادت البشرية من مستوى إلى مستوى. فالسؤال المطروح الآن هو كيف نطمئن الآخر ونحن مقبلون عليه؟ نعم صحيح، لأن هذا الأمر هو نتاج طبيعي لما قلناه سلفا، هو غلبت رؤية معينة للآخر. أما في الأصل فالإسلام بطبعه ليست لديه مشكلة مع أي كان، الحمد لله ليست لديه مشكلة. أنا كيف أنظر إلى الأمر؟ أقول بأن الإسلام ليست لديه مشكلة لا مع الكفر، بل يتحدث عن الكفر كمعطى كواقع. نعم. موضوعي كما قلنا، مشكلة الإسلام هو عندما يتم العبث داخل المنظومة. نعم. الإسلامية من داخلها، عندما تخرج أنت من منظومة الإسلامية، لأن المنظومة الإسلامية ليست أجزاء متكاملة وإنما نسق، هي. نعم. نسق، لا يمكن مثلا أن تقول أقبل بكذا وأرفض كذا، لا، هي. نعم. هي نسق كسائر المنظومات الكلية. نعم. مثلا لا يمكن لإنسان أن يصدقك إذا قلت أنني اشتراكي وأرفض مثلا المادية مثلا الجدلية أو رؤية معينة للتاريخ، لا يمكن لأي كان أن يصدقك إذا قلت بأنك رأس مالي ليبرالي وأنت لا تؤمن باقتصاد السوق مثلا، هي أنساق،
هذه هي التي تعطي المعنى لهذا النسق. الإسلام عنده مشكلة عندما يتم العبث في المنظومة الإسلامية من داخلها، وهذا حتى في الأمور العادية. تصور معي مثلا في نأخذ مثلا لعبة كرة القدم مثلا، نعم. ملعب، فريقان، قواعد للعب. تصور أن لاعبا معينا قال أنا لا ألعب بقاعدة مثلا التسلل، سميها بالتسلل، ماذا سيقول له الحكم؟ يقول له ينبغي أن تنصاع لهذه القاعدة. إذا أردت أن تلعب لعبة أخرى أخرج من الملعب وأبدع لعبة أخرى تستوعب هذا الأمر الجديد. الإسلام ليست لديه مشكلة مع الوضوح في المنظومة في الرؤية، ولذلك تحدث عن الكفر والتعامل مع الكافرين إلى غير ذلك كأفكار، وليس بشكل قدحي. نعم أستاذ جواد، دعني أقاطعك واسمح لي. معنا شباب طبيعة الحال، وهذا الشباب جلهم إن لم نقل كلهم لهم ارتباطات أثيرية، يعني بالمواقع الاجتماعية، الشبكة العنكبوتية، ولا بد أن هناك تواصلا ما فيما بينهم وبين الآخر. السؤال الذي يطرح أمامهم بطبيعة الحال، هل حينما يقبلون على الآخر يقبلون بكلياتهم وينغمسون ويتأثرون وينكتبون بلغة الآخر وبأسلوب الآخر وبكليات الآخر؟ أعتقد أن هذا السؤال جوهري، لأن الآن أغلب الشباب والعالم العربي والعالم الإسلامي النسبة الكبيرة هي للشباب، أن الشباب يقبلون بشكل كبير على هذه المواقع، والمواقع الاجتماعية سمحت أو كسرت يعني حواجز كثيرة، نعم. حاجز الجغرافي وأيضا حاجز اللغة، نعم. لأن حتى اللغة المتداولة هي لغة ممكن تعتمد الصورة، وأيضا حتى إذا كانت لغة كما هو متعارف هي لغة بسيطة إلى، نعم. إلى غير ذلك، نعم. فيقع التأثر والتأثير شئنا أم أبينا. ولكن بالنسبة للإنسان المسلم، الإسلام يربي ذلك الشخص الرسالي، بمعنى آخر أنه أينما حل وارتحل تكون لديه رسالة، ليست رسالة يعني مباشرة بمعنى أن الإنسان المسلم لابد أن يكون واعظا، لأن الكثير من الشباب يعتقد أنه لكي تكون مسلما صالحا ومسلما مصلحا هو أن تكون واعظا، أن تتلو الآيات. لا، الأساس في الخطاب هو زرع مجموعة من القيم، خاصة القيم التي يمكن أن تجمع بين الناس وأن تساهم في العيش المشترك. الآخر ممكن أن نحدد مستويات الآخر، هل هو الآخر داخل منظومة واحدة أم هو الآخر المختلف بشكل كلي. عندما يكون الآخر المختلف بشكل كلي أعتقد أن الخطاب ينبغي أن يتوجه إلى مقاصد الدين، مقاصد الإسلام، وليس بالضروري أن نقول قال الله تعالى كذا وكذا، نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإنما نستخرج من هذه النصوص رؤية الإسلام المتعلقة بإلحاق الرحمة بالعالمين، فممكن أن نصل إلى الآخر. أما المدخل الفقهي بمعنى أن نتحدث الآخر عن أحكام الفقهية، فيمكن أن يقول لك هذه قضايا لا تخصني أنا، هي قضايا تخص في طائفة معينة دونها. أما إذا استطعنا أن نحرر ذلك الخطاب الذي ممكن لأي إنسان كيفما كان أن يجد فيه ذاته، فممكن أن نصل إلى بناء جو يسوده التسامح، نعم. يسوده التعارف، العيش. فينبغي أن نزيل عن أذهاننا أن الآخر هو دائما هو، نعم. المخطئ. نعم. طيب، في إطار التنمية الذاتية والتنمية البشرية، في إطار هذه الدورات التي أصبحنا نشاهدها بين الفينة والأخرى في شتى الميادين والمجالات، إلى أي حد يمكن أن نؤطر مثل هؤلاء الشباب في دورات تدريبية وفي دورات ذات مغزى وذات بعد انفتاحي على الآخر وفيه الإقبال على الآخر، حتى يصير هؤلاء مؤهلين بشكل أو بآخر للخوض في هذه التجارب الربانية، في هذه التجارب الإنسانية، في هذه التجارب الكونية، دون أن نخشى عليهم أن يتأثروا كلية وأن يعودوا بلا شيء؟
الرهان في واقعنا المعاصر وفي الوقت الحاضر هو خلق جيل من الشباب له قدرة على التواصل وعلى الاتصال بالآخر، وأن نبدع ما يمكن تسميته باللغة الوسيطة. نعم. التي لا تكون غارقة. نعم. غارقة في ما هو نظري، في الأفكار. نعم. في المقولات إلى غير ذلك، ولكنها تحافظ. نعم. على العمق. نعم. أن يكون خطابنا خطابا واضحا. نعم. ولكن عميق. ما معنى. نعم. العمق؟ وأنه يحمل قيما كبرى، قيما. نعم. مؤسسة. نعم. ونوصل هذا الخطاب عبر أشكال متعددة وعبر. نعم. وسائط متعددة. نعم. فلا بد من بروز هذا الجيل وهو. نعم. ويحمل معه التجارب. فمثلا هل أنتم مستعدون لدعوة شباب غير مسلم لبلدانكم لبيوتكم ليعيش معكم مثلا بعض المناسبات مثل مناسبة رمضان، وهي مناسبة رائعة للإقبال على في لحظة معينة. فأستاذي الكريم، أعتقد أن جمعيات المجتمع المدني التي تحاول أن تمرر بعض الرسائل عن ماهية هذا الدين وماهية الإسلام لا تفكر في مثل هذه البعثات، في مثل تبادل هذه الزيارات الربانية والرائدة في نفس الوقت، لأن نثق في شبابنا. نعم. نثق في قدراتهم. أكيد. نثق في إمكانياتهم، فحينما يستدعون الآخر ويكون بطبيعة الحال هناك برنامج وهناك خطط وهناك استراتيجيات، لابد لهذا الآخر أن يأخذ شيئا ما ولو الكلمة الطيبة. كحلم في نهاية هذه الحلقة، كيف تحلم أستاذ جواد وبقوة أو بجهر لهذه الأمة التي انطوت والتي انعكست أو تراجعت إلى الخلف في انتظار أن يأتيها الآخر، لأنها ربما لا تحب الآخر وغير مستعدة للإقبال على الآخر؟ حلمي هو أن يتجدد الخطاب الإسلامي في ما له علاقة بالكون، بالحياة، بالإنسان. الإسلام ليست لديه مشكلة مع أي كان. ينبغي أن لا نقدم الإسلام على أساس أنه طرف يصفي حسابات معينة مع طرف آخر. الإسلام جاء ليقدم وليمنح للإنسان وللحياة معنى، وإذا ما لم نستطع أن نصل إلى الآخر، خاصة عندما تبرز بعض الهوامش في الغرب التي تسيء إلى الإسلام وتسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي دائما أن نوجه الاتهام إلى أنفسنا، نحن الذين لم نحول نصوصا كثيرة في ديننا التي تدعو إلى نفي الآخر، لم نحولها إلى ثقافة، لم نحولها إلى ممارسة، لم نحول الآية القرآنية التي تقول وقولوا للناس حسنا. نعم. لم نحول هذه الآية إلى برامج عمل. إلى حد الآن لا نتوفر على قناة بكل اللغات. نعم. تسر الناظرين وتمتع المشاهدين، فالخطأ فينا أولا وآخرا. ما على المسلمين إلا أن يقوموا بدورهم الحضاري والثقافي. أما هذه القضايا التي تأتي هي قضايا قديمة جدا، ما علينا إلا أن نعمل وأن نكد وأن نقول للناس حسنا، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم. هذه القنوات مثلا التي تطالعنا بين الفينة والأخرى، والتي من واجبها كذلك أن تقبل على الآخر، حينما يفتح أو ينخرط المشاهد الآخر من قارة أخرى ومن مكان آخر، ما هي المواصفات التي يجب أن تتأسس في مثل هذه المنابر؟ نسوق لبلدنا، نسوق لديننا، بالدرجة الأولى لديننا. كيف أستاذي الكريم؟ أمور عملية لو سمحت في آخر الحلقة. بداية أن القنوات هي خير وسيلة لترجمة ما كنا نتحدث عنه على الآخر، لكن وجب أيضا أن نعدل من الخطاب الثقافي، لأن بعض القائمين على بعض القنوات الآن الشهيرة في العالم الإسلامي. نعم. عدلت من موقفها الفقهي الذي كان يرفض الصورة. نعم. ولكنها لم تعدل من الموقف الثقافي من الآخر. لا بد. نعم. بداية من تعديل. نعم. الموقف الثقافي. نعم. هذه نقطة أولى، لحدة لأنني كذلك. عندما أكون في قناة
يختلف اختلافا جذريا عندما أكون مثلا في مسجد في بعض الأحيان، صورة يعني الصورة تصل إلى ناس باختلاف مشاربهم واختلاف ثقافتهم، بمعنى نعم. من خلال هذه القناة أنفتح على الآخر. نعم. من هو هذا الآخر؟ آخر مختلف. والرهان هو كيف أخلق خطابا وأصوغ خطابا جميلا نعم. يناسب هذا التعدد. نعم. أما أن يكون خطابا فقط يناسب فئة من الناس، فئة من المسلمين، بل فئة قليلة من المسلمين، فلا جدوى من هذه، بل في بعض الأحيان نعطي كالخطيب مثلا في المسجد، خطيب الجمعة ويأمر الناس بالصلاة وهم في المسجد. يعني هذا خطاب لا يقابل هذه الفئة. نعم. هذه الفئة يجب أن تأخذ بيدها لمدارج الإحسان مثلا. أما من هو خارج المسجد فله خطاب آخر. وحتى في المغرب يعني بعض القنوات الآن التي بدأت تبرز مثل قناة السادسة ممكن أن تسد هذه الثغرة، خاصة أن المغرب، وهذا بشهادة الكثير من علماء ومفكري المشرق، رائد في هذا الجانب الثقافي بحكم احتكاكه بأوروبا، بحكم التاريخ، بحكم الأندلس. نعم. إلى غير ذلك، لأن المغرب. نعم. كان جزءا من الغرب الإسلامي. المغرب ممكن أن نقدم نموذج للقناة القناة السادسة التي تنفتح على الآخر بخطاب متوازن. نعم. متزن إلى غير ذلك. نعم. إذن أشكرك أستاذ جواد شقوري، وأذكر بأنك باحث في الفكر الإسلامي وخريج دار الحديث الحسنية. أشكرك على هذه الجولة الممتعة. أما أنتم شبابي الأعزاء، أذكركم بقوله تعالى: اذهبا إلى فرعون وقولا له قولا لينا. يعني هذا القول اللين يجب أن تستدمجوه في حياتكم، في تواصلكم، في اتصالكم بالآخر إلى أبعد الحدود، وأن تنظروا إلى كل مكونات هذه الأمة ومكونات هذا الكون على أنها محتاجة لكلمة طيبة منكم، كيفما كان مستواكم وكيفما كانت مواقعكم. موفقين مشاهدي الكرام. أعتقد أن الرسائل التترى التي حبلت بها هذه الحلقة في هذا الموضوع، الإقبال على الآخر، جعلتنا نراجع ذواتنا وجعلتنا نراجع حساباتنا مع ذواتنا، مع الآخر ومع الله عز وجل. إلى متى سنبقى هنا؟ إلى متى سنتوقف عن الإقبال على الآخر؟ إلى متى سنجتهد في المضي نحو الآخر والقول الطيب لهذا الآخر والإقبال عليه بشتى التلاوين وبشتى الآليات؟ دامت لكم مسرة الإقبال على الآخر، ودامت لكم إمكانية الإقبال على هذا الآخر في كل لحظة وحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.